يقول السيد الحكم لا يعود إلى الخلف تماما، إلى الخطأ الذي ارتكب على نسيم يطلس. تلعب مباشرة إلى شبيبة القبائل ولفائدة رضواني، لمس العديد من الكرات هو وفرحاني على الرواقين، قدم الإضافة والتغطية اللازمة بالنسبة للشبيبة. ميباركي يحاول أن يجد بولاويدة داخل المنطقة، بولاويدة وضربة جزاء. لا ضربة جزاء، لا أظن أنه عرقل بولاويدة هذه الكرة. أنا أظن كان الرجل بين قدمي بولاويدة. كان نوعا ما متردد، حب يسفر ولكن في الأخير فضل يخلي الكرة وتخرج الى كما يقول لك خارج المرمى ولا للحارس. نعم كره وكابين يصفر لانه كان يبدو انه هناك خطا، ولو انه التقدير يبقى دائما للسيد الحكم الذي نحترم كل قراراته. تماس لفائده نادي شبيبه القبائل بعد محاوله كانت من فوسيا، ولكن التماس الى رضواني المدافع الذي جاء من امالي.